الجيش يستعيد مواقع في محيط جبل الثردة بدير الزور كان سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي بعد العدوان الأمريكي. الخارجية الروسية ترى أن العدوان الأمريكي على دير الزور إما إهمال إجرامي أو انغماس مع إرهاب داعش. وزارة الدفاع الروسية تقول إن المجموعات المسلحة تستغل نظام التهدئة لإعادة تجميع قدراتها استعدادا لشن هجمات واسعة. السلام عليكم مشاهدينا، نحييكم أينما كنتم إلى هذه الساعة الأخبارية. أعلن مصدر عسكري إسقاط طائرة حربية في دير الزور أثناء تنفيذ مهمة قتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي واستشهاد الطيار. إلى ذلك استعادت وحدات الجيش العاملة في دير الزور جميع المواقع التي كان سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي مستفيدا من الاعتداء الذي شنته طائرات التحالف الذي تقوده واشنطن، وهو العدوان الذي اعترفت أستراليا بأن سلاحها الجوي شارك به إلى جانب سلاح الجو الأمريكي. أهمية جبل الثردة الاستراتيجي الذي استعاد الجيش السيطرة عليه والوضع العسكري في دير الزور في تقرير ربيع ديبه. دير الرجال، هكذا يسمي أهل دير الزور الصامدون مدينتهم، وهكذا كانت المدينة عصية على الإرهاب وداعميه بفضل جنود الجيش العربي السوري. يعتبر مطار دير الزور العسكري من أهم رموز صمود المدينة. حامية المطار صمدت خلال سني الأزمة بوجه أعتى الهجمات الإرهابية لتنظيم داعش، وصمدت مع النقاط العسكرية المتقدمة في جبل الثردة المشرف على المطار بوجه الاعتداء الأمريكي الأخير على نقاطه المتقدمة في الجبل، والذي يبعد بحدود 700 متر عن أسوار المطار. المدرج وحظائر الطائرات تعرضت لمئات قذائف الهاون، ورغم حصار تنظيم داعش الإرهابي لأسواره من ثلاث جهات إلا أن معنويات أبطال الجيش العربي السوري عانقت السماء كما مقاتلاته الحربية. قربنا عليهم 25 متر أو 30 متر بيننا وبينهم، والمسلح 25 متر أو 30 متر. النصر أو الشهادة، الشهادة أو النصر، شهداء قدمنا كثير ولسه جاهزين لنقدم أكثر ما بيتخيلوا الغزاة، لأنه هدول هن دماؤهم هي اللي خلتنا نستمر لحد الآن وندافع عن وطننا، وهن عطونا الدافع وللأمام لحتى ندافع بشراسة أكثر عن المواقع المتمسكين فيها. مجموعات الجيش المدافعة عن المطار شاركت في تنفيذ هجوم خاطف تمكنت من خلاله إعادة السيطرة على جميع المواقع العسكرية في جبل الثردة، بعد أن أعادت تموضعها نتيجة الهجوم المتزامن من قبل تنظيم داعش الإرهابي مع الدعم الجوي الذي قدمه طيران التحالف الأمريكي. ورغم كل هذا صمد رجال الجيش ووجهوا ضربات قاسية للإرهاب والمتحالفين معه. الجنود الذين أصيبوا في الاعتداء الأمريكي على موقع للجيش بدير الزور يروون بعض تفاصيل الغارات ويؤكدون صمودهم رغم الدعم اللامحدود من واشنطن وحلفائها للإرهابيين. اجت طيارة فكرناها صديقة، ضربت أول غارة ورانا، ثاني غارة ضربتها على غرفة العقيد استشهد، ثالث عقود ضربته على الشباب عدشة، كمان الشباب كانت منتشرة استشهدت الشباب، لفت ورجعت كمان رمتنا، شي 12 غارة، انسحب من الشباب انسحبت مصابين، وشباب الحمد لله ثبتت، ضلت مقاومة، بإذن الله بنضل مقاومين لآخر إن شاء الله. كنا بجبل سرد 2، وجد طيران الاستطلاع من الصبح بلش يستطلع على الاماكن، فكرناه انه عم يستطلع على نقاط العدو على الارهاب داعش ليضربه.
ضل يستطلع لحدود الساعة شي 4:30 5، بعدين اجوا مقاتلات للتحالف الامريكي وبلشوا الضرب بسواترنا، ضربت الدبابات والعربات، ضربت المواقع، وكانت مصورة كل الخنادق، وين ما تروح الجنود المقاتلين بالخنادق ترجع عليهم وتضربهم، تنزل عليهم بال 23، مشت الخنادق كلها، أي شخص تشوفه عم يتحرك ترجع عليه وتضربه. ضرب صواريخ تقريبا شي 3-4 طيارات، على المواقع كل طيارة تضرب لها شي 4 صواريخ، كل صاروخ يروح على موقع محدد ويضربه، ما ضربوا الغرف كلها. نحن تصورنا الحمد لله قدرنا نسحب لحتى وصلنا لعند نقاط الجيش. بعد ما مشطت امريكا للمسلحين داعش الجبل كله، مثل كانوا في اتفاق بينهم وبين الامريكان، فاتوا اخذوا كل النقاط، صاروا يكبروا ويقوصوا بالجو فرحانين ومبسوطين، صار يضربنا التحالف ويمشي قدامه للعدو، واللي له عمر ما بتقتله شدي. والله يرحم الشهداء. تمنياتنا دائما بالشفاء العاجل لجرحى الجيش العربي السوري والرحمة دائما لأرواح الشهداء. وضعت الخارجية الروسية في بيان الاعتداء الأمريكي على موقع للجيش العربي السوري في خانتين لا ثالثة لهما، فهو إما إهمال إجرامي أو انغماس مع إرهابي داعش، فيما رأى مسؤول في وزارة الدفاع الروسية أن الاعتداء ناجم عن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. تفيد أبو خير. وصفت موسكو تصرفات طيار التحالف في دير الزور بأنها إهمال إجرامي أو انغماس مع إرهاب داعش. وقالت الخارجية الروسية في بيان إن الموقف الأمريكي غير البناء وغير الواضح خلال اجتماع مجلس الأمن يدعو للأسف. وطالبت واشنطن بتحقيق دقيق واتخاذ التدابير لعدم تكرار مثل هذه الحوادث. بدوره أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن العدوان الأمريكي على مواقع للجيش العربي السوري في محيط مطار دير الزور مخالف للقانون الدولي وخرق للاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا، ويهدف إلى عرقلة الاتفاق ودعم بعض المجموعات المسلحة. وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، استغربت شوركن أن تقوم الولايات المتحدة بهذه الضربة الجوية المتهورة في هذا التوقيت، مضيفا أن هذا الأمر مثار قلق خطير. شوركن دعا الولايات المتحدة إلى التنسيق مع روسيا إذا كانت راغبة فعلا بالقيام بضربات ضد التنظيمات الإرهابية في دير الزور أو أي مكان آخر، مؤكداً أن العدوان الأمريكي على مواقع للجيش العربي السوري لا يتسم بأي حس من المسؤولية. الجنرال ليوناد إيفاشوف، الرئيس السابق لإدارة التعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الروسية، اعتبر أن العدوان الأمريكي على مواقع للجيش العربي السوري لا يرتدي طابع الصدفة، بل نجم عن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي صنيعة الولايات المتحدة. وكان الطيران الأمريكي أقدم على قصف أحد مواقع الجيش العربي السوري في جبل الثردة في محيط مطار دير الزور العسكرية، ما أدى إلى وقوع خسائر بالأرواح والعتاد في صفوف قواتنا، ومهد بشكل واضح لهجوم إرهابي داعش على الموقع. وكانت سوريا وعبر وزارة الخارجية والمغتربين طالبت مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي والتزام الولايات المتحدة بعدم تكراره واحترام سيادة سوريا ووحدة شعبها وأرضها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أن العدوان الأمريكي الغاشم على مواقع الجيش العربي السوري في جبل الثردة في محيط مطار دير الزور اعتداء خطير وسافر ضد الجمهورية العربية السورية وجيشها. وأشارت الوزارة إلى أن هذا العمل الأمريكي الجبان دليل لا يحتاج إلى أي برهان على دعم الولايات المتحدة وحلفائها لتنظيم داعش وغيره من المجموعات الإرهابية المسلحة. بدورها ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا على تصريحات المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي سامانثا باور، ودعتها لزيارة سوريا كي تعرف معنى الخجل. قبل العدوان الأمريكي على الموقع العسكري السوري في دير الزور وبعده، سياسات واشنطن التي تتبنى تنشئة ورعاية ودعم الإرهاب
ومشتقات تنظيم القاعدة بمختلف مسمياته، نهج ثابت للإدارات الأمريكية. الولايات المتحدة وفي محاولة للتستر على قيام طائراتها بالعدوان على الموقع العسكري السوري قرب مطار دير الزور، تتذرع بأنها تتحقق من هذا العدوان الذي جاء تمهيدا لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي على الموقع. معطيات تعيد النقاط إلى حروف المعادلة الأولى التي تؤكد الانغماس الأمريكي في المشروع الإرهابي في سوريا والمنطقة. العدوان الأمريكي المتعمد بمنطقة جبل الثرد بدير الزور شاهد آخر على الحقيقة التي لا تستطيع واشنطن إخفاءها، فأمريكا تدعم داعش وغيرها من المجموعات الإرهابية، والدلائل أكثر من أن تعد وأن تحصى. ولعل في رد الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على كلام المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة سامانثا باور خير مؤشر على المشهد الذي يؤكد مجددا تساقط أوراق الدعاية الأمريكية المضللة. زاخاروفا دعت باور لزيارة سوريا لترى بعينها كيف يعيش الناس في ظروف الحرب ولتعرف معنى الخجل، وكتبت على صفحتها على الفيسبوك: إن على باور الالتقاء مع الناس الذين يعيشون المعاناة وليس مع النصرة ولا مع المعارضة المعتدلة التي تقلق واشنطن من إيصال المساعدات إليها. زاخاروفا سخرت من باور وتعهدت بتحمل نفقات سفرها إلى سوريا كاملة، وقالت لها: لا تخافي، معي لن يلمسك أحد إلا إذا ضرب طيرانكم مرة أخرى وبالخطأ ستجدين فيما بعد ما يمكن تذكره وتعرفين معنى كلمة خجل. المواطنون السوريون نددوا بالعدوان الأمريكي وشددوا في لقاءات أجراها مراسلو الإخبارية السورية بعدة محافظات على أن الدور الأمريكي في رعاية ودعم الإرهاب مكشوف أمام الرأي العام. من البداية أمريكا عدوتنا، من البداية أمريكا هي صاحبة كل شعب، كل خراب عم بيصير عندنا هي مسؤولة عنه. أمريكا هي الأفعى، هي السبب في كل مآسينا من أول ما أنشئت أمريكا حتى هذا التاريخ. أمريكا هي الشيطان الأكبر، أمريكا هي عدو الإنساني، ما بدها سلام في العالم. هو قصف تجني على الشعب السوري بأكمله. طبعا هذا شيء مش غريب، يعني إسرائيل تدعم جبهة النصرة في الجولان والأمريكي بدعم داعش. والله هي تواطؤ من الجيش الأمريكي مع داعش، دليل إنه له صلة فيها العصابات الإرهابية كلها. والله هذا عمل جبان من أمريكا، عمل جبان أمريكا ومؤامرة واضحة يعني. طول عمرها الولايات المتحدة الأمريكية هي عدوة للعرب وللمسلمين وخاصة للسورية. هي أمريكا إرهابية، هي رأس الإرهاب أمريكا. أمريكا شيء الشيطان الأكبر. أمريكا لها أهداف بعيدة وأهداف استعمارية يعني معروفة بالمنطقة. حقيقة نحن بنستنكر هذا الموضوع لأنه عمل إجرامي وإرهابي. أمريكا وأدواتها بالمنطقة مجرمين، هن ما يعطون قوة دفع لهذول المجرمين. نحن نستنكر هالعمل، هذا عمل إرهابي. طبعا نحن مندد هذا الشيء، ونحن بنعرف أمريكا من بادئ ذي أمر وهي متآمرة على سوريا. نستنكر هالحكي كلياته. هذه سياسة أمريكا في الوطن العربي من قديم الزمان. طبعا هي الشيطان الأكبر معروفة هي، وهي داعمة للإرهاب بكل سوريا وبكل العالم. أمريكا هي أم الإرهاب وهي بي الإرهاب وهي الإرهاب كلها. أمريكا هذه صفات الغدر، وهذا الغدار يعني ما بنتوقع منه غير الغدر. قالت وزارة الدفاع الروسية أن المجموعات المسلحة تستخدم الهدنتا لإعادة تجميع قدراتها استعدادا لهجمات واسعة. وزارة الدفاع الروسية أكدت أن واشنطن غير قادرة على التأثير على المعارضة المعتدلة، وهي لم تقدم حتى الآن أي معلومات حول مواقع من تسميهم الجماعات المسلحة المعتدلة.
هذا وخرقت المجموعات المسلحة نظام التهدئة المعلن 16 مرة خلال 16 ساعة منذ مطلع اليوم الأحد وحتى الساعة الرابعة من بعد الظهر. وأفاد مصدر عسكري أن الخروقات تمثلت باستهداف عدد من النقاط العسكرية والمناطق المدنية في عدة محافظات، ومنها خرقاني في دمشق بمنطقة الشماسية وحي العباسيين. إن شاء الله ينصر مع أعدائهم والله يقويهم. نحيي أبطال الجيش العربي السوري في دير الزور. الله يحمي الجيش العربي السوري. مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري وممثلو سوريا في قمة عدم الانحياز يؤكد أن هناك عددا من الدول أعضاء في الحركة تمول الإرهاب في سوريا والعراق وترسل الإرهابيين إليهما كدول الخليج وغيرها، مشيرا إلى ضرورة العمل على منع هذه الدول من دعم الإرهابيين. قمة السلام والتضامن تعبير من الممكن إطلاقه على قمة عدم الانحياز التي أقيمت على أرض فنزويلا. قمة أبرز ما أنجزته قبل انعقادها هو كسر محاولات عزل فنزويلا سياسيا، وأبرز ما يدور في نقاشاتها تضامن العديد من دول الحركة مع شعب فلسطين ضد الاحتلال والشعب السوري ضد الإرهاب. مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري ممثل سوريا في القمة أكد أن هناك عددا من الدول الأعضاء في الحركة تمول الإرهاب في سوريا والعراق وترسل الإرهابيين إليهما كدول الخليج وغيرها. أن بعض دول حركة عدم الانحياز منخرطة مباشرة في تمويل وتسليح ورعاية وحماية كثير من المنظمات الإرهابية المسلحة التي تعمل في سوريا والعراق ولبنان ومصر ونيجيريا وتشاد ومالي ودول أخرى. الجعفري لفت أيضا إلى الجهود السورية التي نجحت بضم جبهة النصرة إلى المنظمات الإرهابية في وثائق حركة عدم الانحياز، وأشار إلى الفقرة التي تتضامن فيها الحركة مع سوريا بشأن قضية استعادة الجولان المحتل. من جانبه وفي كلمته أمام القمة أشار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى أن الأمم المتحدة بحاجة إلى تحول جذري. يوجد محادثات حول الإصلاح، لكننا نفضل التحدث عن إعادة تأسيس في بنية نظام الأمم المتحدة، وحركتنا هذه لديها القوة والقيادة والأصوات للتقدم بطريقة حازمة نحو الإسراع في عملية الإصلاح. محاولة تبدو جدية هذه المرة لإعادة ألق حركة عدم الانحياز إلى عهدها السابق، مستفيدة هذه المرة من تغير المعطيات الدولية وأبرزها انحسار القطب الأمريكي الواحد وصعود النجم الروسي الذي يذكر بعهد الاتحاد السوفيتي. أفاد مراسل الإخبارية السورية في حلب بخروج عدد من العائلات من الأحياء الشرقية في المدينة باتجاه حي صلاح الدين ونقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة مزودة بجميع التجهيزات والمواد الأساسية. وقد ناشد محافظ حلب حسين أحمد دياب جميع أهالي المدينة ممن انخرطوا مع الإرهابيين في ممارسات تضر بأهلهم ووطنهم، ناشدهم العودة إلى حضن الوطن والاستفادة من مرسوم العفو الرئاسي الأخير. يا أهلنا وإخوتنا في أحياء حلب الشرقية ممن حملتم السلاح ضد إخوتكم وأبنائكم في سوريا عموما وحلب على وجه الخصوص، أدعوكم اليوم إلى تغليب لغة العقل للعودة إلى رشدكم
إلى عمل وطني تمحون فيه آثام الماضي وتفتحون من خلاله صفحة جديدة في حياتكم المستقبلية، إلى إلقاء السلاح والعودة إلى حضن الوطن، إلى إنهاء معاناتكم ومعاناة أهلكم وأشقائكم. يا أهلنا في أحياء حلب الشرقية، نحن اليوم أمام مرحلة جديدة، مرحلة تحتاج لرجال أصحاب قول وفعل، رجال يدركون أن الشجاعة في اتخاذ قرار الصلح تساوي الشجاعة في القتال. عودوا إلى حضن الوطن المعطاء الذي نشأنا وعشنا فيه، عودوا لحضن الوطن وأوقفوا الدم والدمار. إن كل من سيبادر لتسليم نفسه وسلاحه لن يلقى إلا كل معاملة حسنة من أشقاء له، وسيعود فورا لممارسة حياته الطبيعية مستفيدا من مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد. قلوبنا وعقولنا وبيوتنا مفتوحة لكم ولأسركم، سارعوا اليوم قبل الغد لاتخاذ قراركم واختاروا القرار الصحيح الذي من خلاله تنهون معاناة أهلنا في كل حلب، وننتقل لمرحلة جديدة قوامها أن نكون معا لبناء الوطن وإعادته أفضل مما كان. كلنا ثقة أنكم ستختارون الأفضل لكم ولأهلكم وأولادكم ومستقبلكم. الوطن يناديكم فلبوا النداء وقولوا لا للغرباء، لا لمن يقتل أخي في الوطن، لا لمن يريد الدمار لوطني، نعم للمصالحة، نعم لسوريا. نكون كلنا مدافعين عنها ضد كل معتد كائنا من يكون. الإخبارية ترصد أوضاع بعض المواطنين في حي الزهراء بحمص بعد استهداف الإرهابيين للحي بالقذائف. نحن بحارة الزهراء جنوب قاضية تدراق الصباعي، الحارة مستهدفة من أول الأحداث لحد الآن. نعم. كل فترة بينزل علينا قذائف صاروخية وقذائف هاو. أساس هدني، واليوم أول أيام المدارس يعني. قاضية جنبنا يعني، إذا صار شيء على القاضية بتحترق الحارة كلها. اليوم إجت صاروخ قذيف ما بعرف على البيت لهوني. أيوة. مثل ما أنك شايف الدمار كبير كثير والأضرار كبيرة. الأضرار لك بيته وتدمر كلياته. انطلاقا من واجبهم القومي تجاه قضية فلسطين، نظم أهالي الجولان السوري المحتل وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال. تقرير مراسل الإخبارية عماد المراعي. لبى الأهل في الجولان المحتل نداء التضامن مع الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال الصهيوني، ردا على سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال، حيث يخوض الأسرى مالك القاضي ومحمد ومحمود بلبول إضرابهم عن الطعام لليوم 70 على التوالي، متحدين عن جهية الجلاد الذي يعتقلهم دون وجه حق. رسالتنا من بارك صمودهم ومن بارك تضحياتهم ومنشد على أيديهم ومنحيي أهليهم وصمود أهليهم، وهذول شهداء أحياء شرف وفخر للأمة العربية، وبقي هن القلة القليل اللي بعد بذكرونا بالقضية الفلسطينية. منحيي الأسرى، منحيي صمودهم، منحيي بطولاتهم اللي واقفين بوجه الاحتلال، ونحن في انتظارهم هون في الجولان وفي فلسطين وفي جنوب لبنان، ومنحيي كل المقاومة وكل من وقف ضد الاحتلال. نتمنى لهم الصحة والعافية، ونتمنى أنهم يرجعوا على بلادهم وعلى وطنهم بخير وسلامة، ونتأمل أنه يهدى السلام بوطننا كمان ويزيل هالغيمة عن ربع الوطن. الأهل في الجولان المحتل أكدوا أن وقوفهم إلى جانب الأسرى واجب أخلاقي وإنساني، فهم شركاء في مسيرة النضال ضد الجلاد، وقضية الأسرى قضية كل إنسان حر في هذا العالم، ويجب أن ننتصر لهم لينتصروا على المحتل. إننا في الجولان السوري المحتل والمتمسك بهويته السورية الأصيلة والواثق بانتصار الوطن الأمي سوريا الأبية على هؤلاء العملاء التكفيريين وعلى أسيادهم المحتلين الصهاينة،
نعلن وقوفنا المبدئي والثابت مع أسرانا الأبطال في سجون ومعتقلات العدو الصهيوني المحتل. القضية قضية الأسرى هي عنوان لكرامتنا الوطنية وحقوقنا السياسية غير القابلة للمس بها. يعتمد الاعتقال الإداري على ملفات سرية استخباراتية ولا تقدم فيها أي تهمة أو لائحة اتهام، وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين. ننتصر أو نموت، فلب النداء صرخة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين يصارعون الموت لتكتب لهم الحياة. للإخبارية السورية عماد المرعي، الجولان السوري المحتل. لا يزال النظام السعودي يمارس أنواع شتى من الإرهاب ضد اليمنيين، فمن غارات تحصد أرواح العشرات من الأبرياء إلى منع الوفد الوطني من العودة إلى صنعاء وتحذير الأمم المتحدة من خرق الحظر الجوي المفروض على اليمن. يبدو أن الوفد اليمني سيبقى عالقا في مسقط بعد أكثر من شهر ونصف منذ انتهاء مشاورات الكويت بعد إلغاء الأمم المتحدة من جديد رحلة وفد صنعاء إلى اليمن رضوخا للرفض السعودي. منح تصريح لطائرة الأمم المتحدة التي كان من المقرر أن تنقل الوفد من العاصمة العمانية مسقط. النظام في الرياض صعد من لهجته محذرا من انتهاك الحظر الجوي الذي يفرضه على اليمن. أزمة العودة كانت بداية مبكرة عندما عرضت الأمم المتحدة على وفد صنعاء العودة بطائرة صغيرة لا تستوعب جميع أعضاء الفريق السياسي والإعلامي المرافق. وقتها تمسك الوفد بالعودة عبر طائرة عمانية كما جاء من صنعاء، ورغم لا موافقة لاحقة من الوفد على العودة بطائرة أممية إلا أن المنظمة الدولية عادت وردخت للنظام السعودي وعجزت عن نقل الوفد إلى صنعاء بطائرتها. من السياسة إلى الميدان، مصدر عسكري يمني أكد مقتل أكثر من 15 عنصرا وجرح 25 آخرين من قوات هادي في قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف مواقع لهم جنوب مديرية ذباب الساحلية جنوبي غرب محافظة تعز، فيما شنت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على جبل أومان ومنطقة الحبان بمديرية التعزية عند المدخل الشمالي للمحافظة. الساعة بعد الفاصل. إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الدوما بكافة المناطق الروسية. مزيد من الأخبار بعد الفاصل، ابقوا معنا.
إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الدوما بكافة المناطق الروسية. شاحنتان تركيتان تنقلان أنابيب فولاذية لصناعة قذائف الهاون للإرهابيين شمال سوريا. إصابة العشرات بتفجير في منهاتن وفي طعن بالسكين في مركز للتسوق بولاية مينيسوتا الأمريكية. من جديد، مع إطلالة اليوم الأول للعام الدراسي زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس عددا من مدارس مدينة دمشق واطلع على جاهزيتها في استقبال الطلبة ومدى توافر مستلزمات العملية التعليمية والتربوية. بداية عام دراسي جديد واستقبال المدارس لطلابها ومتابعات عديدة منها زيارة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس لعدد من مدارس دمشق، يرافقه وزير التربية هزوان الوز وعضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي أركان الشوفي ومحافظ دمشق، حيث اطلع رئيس مجلس الوزراء على جاهزية المدارس في استقبال الطلاب وتوافر المستلزمات المدرسية وكل ما يلزم من كتب وغيرها، حيث تم توزيع 75% من الكتب الجديدة و 25% من الكتب المدورة بالإضافة للمحفظات المجانية مع القرطاسية للصف الأول الابتدائي في أغلب المحافظات السورية. نسبة 75% من الكتب جديدة. سلمت للطلاب كلها بشكل كامل، لأبناء الطلاب كلهم بشكل كامل. إذا بتحب تشوفهم كمان موجودين. لكل الصفوف سلمت بالكامل. السابع والثامن والتاسع. تم تسليمهم الكتب كلهم من اليوم الأول. من اليوم الأول. يعني حتى من الخميس نحن مجهزين أمورنا. طبعاً أنا لازم أدرس وأتفوق مشان أحمي البلد وابني، مثل ما كلياتنا عم نشتغل على هذا الشيء، والجيش والرئيس وكلياتهم عم يشتغلوا على إنه نحافظ على هذا البلد ونثبت للكل إنه نحن قادرين نضل ونضل صامدين رغم كل شيء عم يصير معنا. يعني هو طبيعي يكون بده حاجة استرجاع معلومات اللي هي كانت نوعا ما مستبعدينها من خلال العطلة، بس الحمد لله الاستجابة منيحة. أنا كتير متشوقة إنه هيك إنه يعني بداية حلوة مع المدرسين، وهيك عم يبذلوا أقصى جهدهم إنه مشان يعلمونا، وعم يبذلوا كتير جهد مشان إنه يرجعوا يذكرونا بمعلوماتنا تبع الأعوام السابقة. أنا كتير كنت يعني إنه متشوقة لأول يوم مدرسة وإنه هيك متحمسة يعني، وإنه حاطة يعني إنه إن شاء الله إنه مننجح ونحقق اللي بدنا. كما كان هناك اجتماع موسع لرئيس مجلس الوزراء بعد الجولة مع عدد من الوزراء في مبنى وزارة التربية لمناقشة بعض الاقتراحات وتذليل العقبات الموجودة والعمل بكل جد وصدق لإنجاح هذا العام الدراسي وتقديم الأفضل للكادر التدريسي وللطلاب. حضر الاجتماع وزير التربية ووزير الإعلام ووزير الثقافة ونقيب معلمي سوريا. بالأمل والجد والنجاح يستمر العمل لتنهض من جديد سوريا واعدة كابتسامة طلابها وجيلها القادم. أكد سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون أن ما يقوم به أبناء سوريا في المغترب يعبر عن انتمائهم العميق لوطنهم الأم، وأنهم حيثما حلوا سيبقون متشبثين بجذورهم وسفراء مدافعين عنها. سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون يؤكد أن ما يقوم به أبناء سوريا بالمغترب يعبر عن انتمائهم العميق لوطنهم الأم، وأنهم حيثما حلوا فسيبقون متشبثين بجذورهم وسفراء مدافعين عنها. المفتي حسون خلال لقائه وفدا من فيا أرب البرازيل برئاسة عزيز جرجور قال إن سوريا دخلت مرحلة النصر على المؤامرة بالتفاف شعبها حول جيشه البطل وقيادته، بالإضافة إلى دعم أبنائها في المغتربات ووفاء الشرفاء والأصدقاء في العالم. السوري لا ينسى أرضه ولو بعد عنها 100 سنة، فالشعب الذي يقاتل داخل سوريا هو نفس الشعب السوري الذي يأتي من البرازيل ومن فنزويلا ومن كل العالم
ليقول أن سوريا هي أرض السلام وأرض النور وأرض الضياء، فمن أراد أن يهدم سوريا فإن الله هو الذي سيحاربه، لأن الله أراد لسوريا أن تستقبل كل رسالات السماء. جاء هؤلاء الشباب ليعرفوا جذور آبائهم وأمهاتهم، وليقولوا للشعب السوري وللقائد وللجيش: لقد رفعتم رؤوسنا عاريا بصمودكم أمام 100 دولة أرادت إذلال الشعب السوري، فأبى الله إلا أن يعزكم. جاءوا ليقولوا: جئنا لنمد يدنا للبناء في وطننا، فوطننا بنى الآباء والأجداد، فحق علينا أن نعود إلى الوطن لنبني للأبناء وللمستقبل. شكرا لهم وأهلا بهم. وسوريا تقول لأبنائها في كل العالم: أنا أمكم، لا تنسوني. فالأم هي الصدر الرحيم، والذي ينسى أمه ينسى وطنه. من جانبه أكد جرجور أن زيارة الوفد لسوريا في هذا الوقت يأتي تعبيرا عن تضامن فيا أراب البرازيل والجالية السورية في البرازيل وأمريكا الجنوبية مع الشعب السوري الصامد. قلنا له نحن لن نعطي التضامن تبعنا نحن تبع شعبنا في البرازيل وبأمريكا الجنوبية، ونجيب قلبنا وروحنا وتفكيرنا لكم. شكرا على هالحرب يلي قمتوا فيه انتو، شكرا على هالشعب يلي بعد من بعد 6 سنين حرب قدر ناضل. نشكر الرئيس، نشكر الشعب السوري، نشكر الجيش السوري والصمود اللي صار عنا. نحن نطلب انه السلام يجي على سوريا، وبدنا من قلبنا ومن روحنا نحن نقول سوريا بكرة بدها تنتصر أكثر وأكثر، وبرهنت هي عن صمودها. وفي ختام اللقاء أكد الوفد أنه سينقل الصورة الحقيقية لما يجري للرأي العام في البرازيل كذلك أمريكا الجنوبية. صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الدوما تغلق أبوابها في كافة المناطق الروسية، وذلك بعد أن بدأ التصويت في شرق روسيا قبل 9 ساعات من انطلاقه في غربها. أهلا بكم. 450 مقعدا في مجلس الدوما الروسي يتنافس عليها المرشحون للانتخابات البرلمانية الحالية، منافسة شديدة عكستها الحملات الدعائية لهم، خاصة في ظل العودة إلى نظام الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد، خلافا لما كان متبعا في الأدوار السابقة حيث كانت تتم الانتخابات وفق القوائم الحزبية حصرا. وعليه فإن 225 نائبا سيتم انتخابهم عبر القوائم الحزبية، و225 آخرين سيتم انتخابهم عبر دوائر المقعد الواحد. أما عن الأحزاب المشاركة في هذا الدور التشريعي فعددها 14 حزبا، أولها حزب روسيا الموحدة بزعامة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، وهو حزب وسطي ذو توجهات اجتماعية محافظة، فاز بأغلبية المقاعد في مجلس الدوما الروسي خلال الانتخابات الماضية، يخوض الانتخابات الحالية تحت شعار نجاح كل فرد نجاح لروسيا، وانطلاقا من ذلك وضع الحزب نصب أعينه الأهداف التالية: الدفاع عن مصالح روسيا القومية والحفاظ على وحدة أراضيها واستقلالها والسعي إلى تطويرها لتصبح دولة عظمى ذات سيادة، توفير الحياة الكريمة والضمانات الاجتماعية للمواطنين. أما في السياسة الخارجية فيصر الحزب على تعزيز القدرات الدفاعية لروسيا بغية مواجهة أي تحديات قد تهدد أمنها. الحزب الشيوعي الروسي بزعامة غينادي زيوغانوف، وهو حزب سياسي يساري معارض، من أهم أهداف حملته الانتخابية تطبيق الاشتراكية التجديدية، تعزيز النهج الاجتماعي للدولة الذي تسير عليه روسيا في الوقت الراهن، فرض رقابة الدولة على جميع التداولات المالية والمنظومة المصرفية الروسية. في انتخابات مجلس الدوما للدور التشريعي السادس عام 2011 حصد الحزب الشيوعي أصوات 20% من الناخبين الروس ليحظى ب92 مقعدا نيابيا.
حزب روسيا العادلة بزعامة سيرغي ميرونوف الذي أدرج ضمن قائمة العقوبات الغربية التي ضمت عددا من الشخصيات الرسمية الروسية نظرا لدعمه المطلق لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية، من أهم أهدافه تطبيق الاشتراكية الجديدة والعدالة الاجتماعية في البلاد. في الانتخابات الماضية حصل حزب روسيا العادلة على 13.24% من أصوات الناخبين ليحظى ب 64 مقعدا في مجلس الدوما. الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي بقيادة فلاديمير جيرنوفسكي حزب يمثل قوة ديمقراطية معتدلة في روسيا، من أهم أهدافه صياغة الرأي العام في البلاد ونقل صوت المواطن إلى السلطات. حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي في الدور التشريعي الماضي على 11.67% من أصوات الناخبين وشغل 56 مقعدا في مجلس الدوما. حزب وطني روسيا يتزعمه غينادي سيميغين هو حزب اشتراكي ديمقراطي يعمل تحت شعار وطني روسيا من أجل البعث الوطني، ومن أهم أهدافه زيادة الشفافية في مؤسسات السلطة والعمليات الانتخابية، تقديم تسهيلات ضريبية لمن يريدون إنشاء مشاريع خاصة بهم. أما خارجيا فيدعو إلى وضع نهج سياسي جديد للتعاون مع الجمهوريات السوفيتية السابقة. حزب بارناس بزعامة ميخائيل كاسيانوف يتبنى العديد من الأهداف، منها الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، ويرفع في مسيرته السياسية شعار حرية القضاء، ويتعهد بالدفاع عن حقوق صغار الكسب وحماية البيئة. حزب بارناس استطاع الحصول على التمثيل النيابي في مجلس الدوما الروسي لأربعة أدوار تشريعية من أصل ستة منذ انبعاث النظام البرلماني في روسيا بعد زوال الاتحاد السوفيتي. من الأحزاب المشاركة أيضا في الانتخابات البرلمانية الحالية حزب رودينا برئاسة أليكسي جوارفوليف، حزب شيوعيو روسيا بزعامة ماكسيم سورايكين ولديه ميول لإعادة الاتحاد السوفيتي، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الأحزاب الأخرى. حزب بابلوكو برئاسة أميليا سلابانوفا هو حزب ديمقراطي يمثل يسار الوسط. حزب المنبر المدني الروسي بقيادة إيغور مورار، حزب المتقاعدون من أجل العدالة بزعامة فلاديمير بوراكوف، حزب القوة المدنية الروسي بزعامة كيريل بيكانين وهو حزب سياسي ليبرالي، حزب روس الروسي بزعامة بوريس تيتوف وهو حزب ليبرالي محافظ يدعم السياسة الخارجية للقيادة السياسية الحالية. أما آخر الأحزاب المشاركة فهو حزب الخضر البيئي برئاسة أناتولي بانفيلوف. إذن 14 حزبا يخوضون غمار الانتخابات في دور تشريعي يتميز عن ما سبقه بازدياد مستوى التنافس الحزبي من خلال زيادة عدد الأحزاب المسموح لها المشاركة في الانتخابات وانخفاض الحد الأدنى المطلوب لدخول البرلمان من 7% إلى 5% من أصوات الناخبين، ليبقى نصيب كل حزب من المقاعد البرلمانية برسم صناديق الاقتراع. صحيفة تركية تنشر معلومات عن نقل شاحنتين تركيتين أنابيب فولاذية تستخدم في صناعة قذائف الهاون للإرهابيين شمال سوريا. أسامة شحود والتفاصيل. بعد ساعات من التصريحات المزعومة لوزير الخارجية التركية السابق داود أوغلو عن وقوف تركيا في مواجهة التنظيمات الإرهابية وعدم تقديم الدعم لها، نقلت صحيفة الديمقراطية التركية عن مصادر محلية في لواء إسكندرون معلومات مؤكدة عن عبور شاحنتين تركيتين محملتين بالأنابيب الفولاذية من بلدة الريحانية إلى أوكار تنظيمي النصرة وأحرار الشام الإرهابيين في مدينة إدلب السورية. وقالت المصادر المحلية إن الأنابيب الفولاذية هذه تم تصنيعها في معمل الحديد والفولاذ بمدينة إسكندرون وتستخدم من قبل الجماعات الإرهابية في سوريا لصناعة مدافع الهاون. اللافت في الأمر حسب شهود عيان أن الشاحنتين كانتا تحظيان بمرافقة سرية من قبل سيارتين تم تمويه زجاجهما باللون الأسود لعدم معرفة هوية المرافقين، الأمر الذي يؤكد تورط أجهزة الأمن التركية في عملية تأمين وتسهيل مرور تلك الشاحنات
خاصة وأن النظام التركي ما زال يصنف تنظيم النصر الإرهابي منظمة غير إرهابية، كما ورد على لسان أردوغان ذاته عندما استمات في الدفاع عنها، بل وهاجم الدول التي تعتبرها إرهابية خلال كلمة له أمام قيادات الجيش التركي قبل حوالي شهرين. هي أوراق التوت تتهاوى عن نظام أردوغان الذي دعم الإرهاب ولا يزال، دون أن يحسب حسابا للنتائج الكارثية التي سيسفر عنها هذا الدعم على تركيا ودول المنطقة. أصيب 8 أشخاص بالجروح نتيجة طعنهم بسكين فجر اليوم في مركز للتسوق بولاية مينيسوتا الأمريكية، وأشارت بعض المصادر إلى مقتل المهاجم. وصرح بلير أندرسون قائد شرطة مدينة سانت كلاود التي تبعد حوالي 100 كيلومتر شمال غرب مدينة مينابوليس للصحفيين بأن المهاجم قال شيئا عن الله، وتم التأكد أنه سأل شخصا واحدا على الأقل ما إذا كان مسلما قبل أن يهاجمه، رافضا التأكيد ما إذا كان الهجوم إرهابيا أم لا، مشددا على أن التحقيق لا يزال مستمرا. وذكرت الشرطة أنه تم نقل العديد من المصابين إلى المستشفى فيما بدأ التحقيق في الحادث، كما أصيب العشرات جراء تفجير في شارع تشيلسي بمدينة مانهاتن الأمريكية. تذكير بالعناوين: الجيش يستعيد مواقع في محيط جبل الثردة بدير الزور كان سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي بعد العدوان الأمريكي. الخارجية الروسية ترى أن العدوان الأمريكي على دير الزور إما إهمال إجرامي أو انغماس مع إرهاب داعش. وزارة الدفاع الروسية تقول أن المجموعات المسلحة تستغل نظام التهدئة لإعادة تجميع قدراتها استعدادا لشن هجمات واسعة. الجعفري في قمة عدم الانحياز يقول إن دول الخليج تمول الإرهاب في سوريا والعراق وترسل إليهما الإرهابيين. وإغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الدوما بكافة المناطق الروسية. كل الشكر لكم على طيب المتابعة. في نهاية هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، بأمان الله.